تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في رفح وتعزز انتشارها في وسط المدينة وسط تنديد دولي وإقليمي بسقوط عشرات القتلى من المدنيين في قصف على خيام النازحين. وبعد سقوط العشرات من القتلى من المدنيين في القصف الإسرائيلي على رفح، الاتحاد الأوروبي أعلن عزمه دعوة مجلس الشراكة مع إسرائيل للانعقاد بصفة عاجلة. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية إن الاتحاد لديه توصية من وزراء الخارجية لبحث إجراءات ملموسة ضد إسرائيل. في الوقت الذي يستمر القصف على رفح، تل أبيب سلمت مقترحها إلى قطر ومصر والولايات المتحدة بشأن استئناف مفاوضات إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار. ففيما رجحت مصادر مشاركة المفاوضات أو طبعا مشاركة في المفاوضات أن يؤثر توسيع الهجوم الإسرائيلي على رفح سلبا أو ينعكس سلبا على سير المحادثات، بل ويصعب من مهمة الوسطاء في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس. من بين هذه النقاط التي يتضمنها المقترح الإسرائيلي المحدث لنلقي نظرة عليه، نجد أنه إسرائيل تقول أنه لديها الاستعداد للتحلي بالمرونة فيما يتعلق بعدد المحتجزين الذين سيفرج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة، عدد المحتجزين من الأحياء، لأنه كانت هذه النقطة هي كانت نقطة خلافية، بالإضافة إلى قابلية إسرائيل بشكل أكبر لمناقشة مطلب حماس بتحقيق سلام دائم في قطاع غزة أو التهدئة المستدامة بالتعبير الذي يستخدم في مقترحات الهدنة هذه الأيام. أيضا من المفترض أن يلتقي رئيس وزراء قطر بممثلي حماس في الدوحة لينقل إليهم هذا الاقتراح، لكن من غير المستبعد أن ترفض الحركة استئناف المفاوضات إذا لم تتوقف العملية العسكرية في رفح جنوبي القطاع. ينضم إلينا من القدس المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح السيد ديمتري دالياني، من حيفا الكاتب الصحفي السيد يؤاف شترن، ومن باريس الخبير في الشؤون السياسية والأمنية الدكتور بيير بيرتيلو. أهلا وسهلا بكم جميعا. سأبدأ من ضيفي في حركة فتح السيد ديمتري دالياني والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي. هذا المقترح الإسرائيلي أو هذه النقاط المحدثة من المقترح الإسرائيلي والتي تدل على مرونة أكبر عما كان عليه الوضع في آخر جولة من المفاوضات، هل تراها بادرة يمكن البناء عليها في سير مفاوضات الهدنة ووقف إطلاق النار بالفعل؟ ما طرحته دولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال هاتان النقطتان هم مقترحا لا شيء. يعني في النقطة الأولى يتحدثون عن مرونة في عدد الأسرى الذين يتم تبادلهم أو إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، ونحن نعلم بأن حكومة الاحتلال لا تهتم أبداً بهؤلاء الأسرى بدليل أنها قتلت أكثر مما استطاعت أن تنقذ أو تطلق سراح في سراحهم في قطاع غزة، أي أنهم هم بالنسبة لحكومة الاحتلال وبشهادة التظاهرات الكثيرة والمقالات وأقوال الخبراء واستطلاعات الرأي في دولة الاحتلال الإسرائيلي كلها تدل على أن هذه الحكومة لا تهتم أبدا لهؤلاء الأسرى، لذلك هي نقطة لا تكلفها شيئا وخارج عن اهتماماتها. أما بالنسبة للنقطة الثانية، الاستعداد لمناقشة أي شيء هو ليس بطرح، يعني أنا مستعد أن أناقش أي شيء في أي موضوع، لكن في نهاية المطاف لا أحد يستطيع أن يجبر ملتزم بشيء. نهاية المطاف سأقول لا بالتحديد وهذا الذي سيحصل، لأن هناك تناقض واضح بين مصلحة السياسية للأحزاب الحاكمة في دولة الاحتلال وعلى رأس نتنياهو شخصيا، و فكرة الوصول إلى اتفاق يوقف الحرب الإبادة في قطاع غزة وتبادل الأسرى. لكن إذا أردت حكومة الاحتلال أن تكون جدية، هناك طرح قد وافقت عليه المقترح المصري، وافقت عليه حركة حماس في بداية هذا الشهر، وهو نفسه الذي وافقت عليه حكومة الاحتلال قبل ذلك بعشرة أيام ثم عادت وغيرت رأيها. إذا كانت جدية عليها أن توافق على هذا المقترح الذي
طيب يستوفي جميع دعني أخذ رد من الشروط ضيفي من حيفا. والمطالب. نعم سيد يؤاف شترن، ما رأيك في هذه النقاط التي يراها الجانب الفلسطيني بأنه ليست لا تدل بالضرورة على مرونة من الجانب الإسرائيلي؟ يعني عندما يتم الحديث عن مستعدون لمناقشة كذا لا يعني أننا سنوافق على كذا، ما رأيك؟ أولا هذا صحيح، وطبعا هذا صحيح، لأنه لا أحد يجبر الطرف الإسرائيلي أو الطرف الفلسطيني الحمساوي في هذه الحالة على قبول صفقة لا يريدها، وحتى لو أرادها في لحظة ما ربما يغير من رأيه بعد ذلك. فأنا أريد أن أقول كالتالي، نعم هناك بعد حسب رأيي المرونة حسب ما نفهم، ولكن يجب أيضا نفهم أن المبادئ الأساسية لهذه الصفقة هي نفس المبادئ التي تحدثنا عنها في الماضي، بمعنى أن فقط إذا هناك مصلحة الآن للطرفين للوصول إلى صفقة والتوصل إلى صفقة سنرى الصفقة، هي ستكون ليس بعيدة عن ما كانت الأمور عليه قبل أن وقفت المفاوضات. والسؤال إذا هناك بالفعل مصلحة بالطرفين، في الطرف الإسرائيلي أنا أريد أن أقول هناك من يقول أن نتنياهو ليس معني بصفقة بتاتا على الإطلاق، وأنه فقط يناور يعطي الحبل شوي للمفاوضات لكي يقول بعد ذلك أنه كان معنيا ولكن حماس رفضت، وهناك من يعتقد عكس ذلك أن هناك رسالة مزدوجة من إسرائيل ليونة مع تصريحات نتنياهو بعدم قبول وقف دائم للحرب، وبنهاية المطاف ستكون هناك صفقة. لا نستطيع أن نتكهن، لا نستطيع أن نعرف. أنا أعتقد أن نتنياهو نفسه لا يعرف ماذا يريد. طيب جيد، يعني على الأقل هناك عرض لمختلف وجهات النظر، ربما نبحث في هذه الأمور لاحقا معك سيد يؤف. أذهب الآن إلى ضيفي من باريس، لأنه وجهة النظر الأوروبية الآن مهمة جدا بالنظر إلى الدور المهم الذي تلعبه أوروبا مؤخرا. دكتور بيير، دعني أسألك عن اهتمامات الجانب الأوروبي الآن بما يجري من مفاوضات. إلى أي مدى أوروبا مهتمة وتتابع ما يجري من مفاوضات؟ إلى أي مدى هي قادرة على التدخل في مرحلة ما أو الدفع قدما إن رأت أنها لا تذهب إلى أي مكان؟ لأنه تابعنا أنه الوسيط الأمريكي الذي كان يعني يمتلك زمام المبادرة طوال الفترة الماضية لم ينجح تماما في الوصول إلى حل خلال أو طوال هذه الفترة. في الواقع فيما يتعلق بالمبدأ ونظريا أعتقد أن أوروبا تلعب دورا أكثر أهمية من الولايات المتحدة، لأنهم متهمون بطريقة ما أنهم خلف إسرائيل بغض النظر عن ما تفعله إسرائيل. في الواقع أوروبا لديها وضع أفضل، وقطعا هناك أوروبيين لا يدعمون إسرائيل بقوة، ولكن هناك أيضا من ينتقدونها. ويمكن أن نقول نظريا أن أوروبا هي الصوت الوسط. يمكن أن نقول أن هناك الذين يدعمون إسرائيل بقوة وهناك من ينتقد إسرائيل بقوة أيضا، هذا نظريا. ولكن في الواقع حتى تلعب أوروبا هذا الدور يمكنها أيضا أن تكون في وضع مشترك، وهذه هي المشكلة. بغض النظر فيما يتعلق بالحد الأقصى أو روسيا أو حتى فيما يتعلق بالصين، كل المسائل السياسية الدولية لا يوجد فيها أي وحدة أوروبية، على الرغم من وجود تواجد في السياسة الخارجية أو وزراء الخارجية والذين ليس لديهم توافق مع دول الأعضاء. إذن على أوروبا أن تضع وضعا مشتركا، وأقول أن هذا في مصلحتها. فيما يتعلق بروسيا أيضا القرار في النهاية أو واشنطن في الحالتين، إذن من يخضع بتبعات هذه الصراعات فيما يتعلق بالنواحي المحلية أوكرانيا وروسيا وفلسطين وإسرائيل؟ أوروبا أكثر من الولايات المتحدة، لأنه بعد ذلك إذا كان هناك أي موجة ذات مشكلة ستكون في أوروبا، وإذا كانت هناك مشكلات فيما يتعلق بتوفير الطاقة ستواجهها أوروبا أولا. إذن أوروبا ينبغي أن تهتم أكثر بهذه المسائل. لذلك إيمانويل ماكرون استقبل في باريس يوم الجمعة وزراء الخارجية لكثير من
الدول الخارجية وويليام بيرتا أيضا. ومرة أخرى وضع فرنسا هو الاهتمام، ولكن حتى يكون لديها ثقل أكبر ينبغي وأن تدعم من أوروبا أو أن يكون هناك مجموعة من الدول سواء في المبادرة مع فرنسا حتى يكون هناك إدارة بأنها ليست واحدة. لماذا لا توجد إيطاليا أو إسبانيا تدعم فرنسا في ذلك حتى يكون هناك ثقل أكبر في أوروبا؟ طيب أذهب إليك الآن ضيفي من القدس سيد ديمتري. عندما تحدث ضيفي من حيفا هو قال أنه هناك من يرى بأنه بالفعل نتنياهو لديه دوافع في إقرار هذه الصفقة وأنه يراوغ ويناور ويطيل الوقت. كان هناك تصريحات من جهات أمنية تقول أنه أو مصادر أمنية تقول لموقع إسرائيل اليوم أنه في حال أي مفاوضات ستتم يمكن في أي لحظة أن في حال الضرورة أن يتم وقف يعني أو خرق هذه التهدئة والعودة لممارسة الأنشطة العسكرية مرة أخرى. هل ترى في ذلك ربما مسار بديل يمكن أن تلجأ إليه إسرائيل حتى لو تم الاتفاق على أي تهدئة؟ علينا أن ننظر من أي منطلق تنطلق حكومة الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة هذه. حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنطلق من منطلقات سياسية بحتة، لا علاقة لا بالأمن ولا بمصلحة دولة الاحتلال الإسرائيلي على المدى الاستراتيجي. هي تنطلق من منطلقات سياسية تخص الأحزاب الحاكمة والمعادلات الواقعة الآن في التي تصنع هذه الحكومة والمعارضة والتنافس المستقبلي وحتى الأمور الإنسانية والقيم الإنسانية التي ممكن أن تكون لاعبا في أي مكان في الآخر ليس لها مكان في دولة الاحتلال الإسرائيلي ولا في عقول وخطاب وحديث الشارع، هذا الشارع في مجتمع فقد إنسانيته بفضل الأيديولوجية التي بنيت عليه مؤسساته ومنها التعليمية وقراراته الإدارية وقوانينها التي تجرد الفلسطيني من إنسانيته. لذلك حينما ننظر إلى ما يحدث والتفاعلات السياسية التي تؤثر في القرار الإسرائيلي لا ينبغي علينا أن ننظر إليها كما ننظر لتلك التفاعلات التي تحدث التغيير في أي مكان آخر في العالم. دولة الاحتلال الإسرائيلي هي دولة لها وضع شاذ، لديها قيم إنسانية لا تمت بصلة في واقع العالم في هذا اليوم وتقبل بحرب الإبادة على أنها شيء عادي. لذلك حينما لا يجب علينا أن نقيمها كما نقيم أي مكان آخر في العالم. طيب دعني أسألك سيد ديمتري، ولك طبعا حق رد على ما قاله، عفوا سيد يؤاف ولك حق رد على ما قاله سيد ديمتري. الآن ما الذي يمكن أن تقبل به إسرائيل لكي توافق على صفقة تبادل رهائن وما يقال بالهدنة أو التهدئة المستدامة أو وقف إطلاق النار؟ ما الذي سيرضي إسرائيل؟ ما الذي يمكن تقديمه لإسرائيل لتقبل بذلك برأيك؟ أعتقد أنه يعني أكبر نقطة خلاف هي تتعلق بالنسبة لنتنياهو تتعلق بوقف الحرب. التزام إسرائيلي لوقف الحرب، نتنياهو ليس معنيا بهذا الالتزام، هو قد يكون معنيا بأن تكون هناك لكنها تدخل ضمن عذرني على المقاطعة، لأنه هذه النقطة التي كنت أسأل فيها في البداية مع ضيفي السيد ديمتري، الاستعداد مقترح الإسرائيلي الذي قدم إلى قطر وأمريكا ومصر، الاستعداد لمناقشة الهدوء المستدام. جملة الاستعداد لمناقشة تعني أن هناك أخذ ورد، يعني سنعطيكم هدوء مستدام مقابل شرط، ما هو هذا الشرط؟ نعم، فأعتقد هنا أنه نتنياهو يلعب ويناور ويرسل رسالتين مختلفتين أو متناقضتين. وماذا أقصد هنا؟ أنه يقول إحنا مستعدين لمناقشة هذا، ليس مستعدين لوقف الحرب، مستعدين لمناقشة هذا الموضوع. وبنفس الوقت هو يقول للإعلام الإسرائيلي وخصوصا مثل وسائل الإعلام مثل ما إسرائيل اليوم التي ذكرتيها التي هي تخص المجتمع اليميني المتدين، يقول لهم لا أستطيع أن أوافق على وقف دائم للنار، لا أستطيع أن أقبل حركة حماس بدون أن تكون هناك إمكانية للعودة إلى المعركة وتستمر الحرب وقت المفاوضات حتى لحين توقيع الصفقة.
هذا ما ورد على الموقع. بالماضي كنا نسمع حماس ترفض إجراء المفاوضات طالما في حرب. حماس تنازلت عن هذا الشرط، ورأينا في الأشهر الأخيرة المفاوضات خلال الحرب. والآن نفس الشيء، نرى ما يجري في رفح، وإسرائيل تتقدم في رفح، وهو هي ربما آخر فرصة للوصول إلى صفقة هنا. الطرف الإسرائيلي منقسم، فهناك المعارضة وغانس وأيزنكوت الذين يعتقدون أن هناك حاجة بالوصول إلى صفقة الآن، ولكن نتنياهو الذي ما هو أهم له هو البقاء في الحكم والحفاظ على الائتلاف الحكومي ليس معنيا في ذلك. مرات يبدو أنه ليس معنيا، مرات يبدو أنه مستعد لمناقشة هذا الموضوع. هذه الرسائل المزدوجة التي ذكرتها. بنهاية المطاف يجب أن تكون هناك صيغة متفق عليها، وأعتقد أنه يجب أن تكون هناك مصلحة فلسطينية تتعلق بحياة المواطنين في غزة التي نرى معاناتهم الآن، والبديل هو وقف مستدام للحرب، صفقة. ما هو الموضوع كله يتعلق بأشهر طويلة يعني. فأعتقد أنه يجب أن تكون هناك مصلحة فلسطينية أيضا، أو ضغط على حماس. أنا لا أسمع مثل هذه التصريحات ولا مرة. بالطرف الإسرائيلي أيضا انقسام حاد، وهناك من يعتقد أن نتنياهو ليس معنياً بالصفقة، ولهذا يخرج العائلات إلى الشارع. طيب. بالنسبة لأوروبا جملة واحدة، يجب على أوروبا ليس أن تلعب دور الوسيط، هي لا تستطيع. هناك انقسامات في أوروبا، هناك تعددية كبيرة. لكن لا نتحدث عن أوروبا كدور وسيط. هنا سأذهب بسؤالي إلى ضيفي من باريس دكتور بيير، لو تسمح لي سيدي أفسع أعود إليك. سيد بيير، ذكرت سابقا أنه بالفعل ليس هناك موقف موحد، وهو ما قد يعرقل أن يكون هناك قوة أوروبية ضاغطة في وجه إسرائيل، لكن ما نشاهده الآن هو تحول كبير في مواقف الصقور في أوروبا، هؤلاء المعروفون بدعمهم المطلق لإسرائيل. ألمانيا على سبيل المثال، هذه دولة صاحبة الإرث الكبير من الشعور بالدين في رقبتها تجاه اليهود وتجاه إسرائيل. اليوم نجد تصريحات مغايرة جدا من ألمانيا. فرنسا رئيس ماكرون كان له تصريحات أيضا أدان فيها الهجوم أو مجزرة رفح التي تمت قبل أيام. هناك دول الآن تعترف بالدولة الفلسطينية. إسبانيا قالت إنها ستذهب لمحكمة العدل الدولية لرفع دعوة من أجل وقف الاتفاقية التي تربط الاتحاد الأوروبي. هل بإمكان هذه الدول حتى لو عزفت منفردة أن تضغط على الجانب الإسرائيلي؟ سؤالي لك سيد دكتور بيير. مرة أخرى، هذا الضغط سيكون له قوة أكبر إذا كانت قوة موحدة أو ضغط موحد، 27 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لأن هناك دول أخرى كما تعلمون ليسوا أعضاء من الاتحاد الأوروبي. الأمر يبدو صعبا وسوف أشرح، ولكن فيما يتعلق بهذا الأمر أنت لديك الحق. فيما يتعلق بالضغط، إذا كان الضغط الأوروبي سيضغط عالميا على أوروبا، في 7 أكتوبر كل الدول الأوروبية قد أدانت بشكل قوي حماس، وأيضا كان لديها قلق، وأيضا كانت حزينة بالنسبة لإسرائيل، ولكن بعد ذلك كان هناك انتقام من قبل إسرائيل، وأيضا كان هناك أيضا رغبة في القضاء على حماس. حتى جو بايدن قال ذلك، قال أنه لا يمكن أن نمنع الانتقام. كلما طالت الحرب في غزة، كلما سيكون هناك مثل هذه المجازر وأيضا هذا الدمار للفلسطينيين، وكلما كان هناك رأي عام في أوروبا سيتحرك. وفي هذا الوقت ربما سيكون هناك خطر من أن الدول التي تدعم إسرائيل في أوروبا سوف تصبح في هذا الوقت عدد قليل جدا، وأيضا سوف يكون لها ضغط من الآخرين، والذين أيضا سيكونوا أكثر أهمية كما رأينا فيما يتعلق بإقرار اليوم بأن يكون هناك دول ثلاثة أخرى أوروبية. وأقول أن هذا أمر جديد وسابق، وأقول ذلك لأن هناك دول أوروبية من الشرق، الدول الأوروبية الأخرى أقرت بدولة فلسطين كما تعلمون، وهي الدول الاشتراكية القديمة. كما تعلمون أن الكتلة الاشتراكية كان لديها موقف داعم لفلسطين. إذا كانت هذه الظاهرة ستنتشر، سيكون هذا يزيد.
حتى ماكرون قال الآن بعد ظهر اليوم في ألمانيا أنه لا يعارض الإقرار بأن يكون هناك دولة فلسطينية، ولكن المسألة هي اختيار الوقت المناسب. ولكن مرة أخرى، لكن هل ترى السلوك الإسرائيلي يساعد في انتشار هذه الموجة؟ يعني قلت إنها لو كانت موجة ستنتشر، عذرني على المقاطعة، لكن قلت هل ترى أن السلوك الإسرائيلي يساعد في انتشار هذه الموجة؟ فقط تعليقا على هذه النقطة قبل أن أذهب لضيفي. في الوقت الحالي نعم، لأنه في الواقع كان هناك ما حدث في رفح، وعلى الرغم من الإدانة العالمية وأيضا إسرائيل ارتكبت خطأ، ومن الواضح أن هناك الكثير من الضحايا في رفح. إذن ليس لدينا أي فكرة بأن إسرائيل واقفة على غزة فقط. إذن من يدعم السيد نتنياهو؟ هذا يعتمد على حزبين صغيرين، كل طرف يقول أن هذا الشخص مدعوم، ولكن هم في اليمين المتطرف، ولكنهم يشكلون الأغلبية للسيد نتنياهو. إذن هؤلاء الأشخاص 13 و 14 قاموا بتصفية الفلسطينيين، اعذروني على هذا القول، وأيضا في قطاع غزة بكل الأشكال. إذن اليوم لا نرى على الإطلاق أي موقف بأن يكون هناك ضغط أو أن يكون هناك مشروع للسلام من قبل السيد نتنياهو، وسوف يستمر ذلك لبعض الوقت، وأعتقد أن هذا سيستمر، وبعد ذلك سيكون هناك رأي عام في هذه الدول، وربما فرنسا بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة سوف تقوم باتباع الطريق. هذا ليس من المستحيل أن السيد ماكرون سوف يقول أنه انتظر بقدر الإمكان وترك الفرصة للسيد نتنياهو ولم يتصرف، وبطريقة ما سوف يظهر عدم رغبته، وحتى إن لم يغير هذا أمرا كبيرا على أرض الواقع، ولكن سيكون له تبعات على المدى المتوسط سواء اقتصادية واستراتيجية لإسرائيل، لأنه في هذا الوقت فرنسا لن تتعاون من الناحية الاقتصادية على سبيل المثال مع إسرائيل، لأن هذا سوف يدعم ما يحدث في غزة، ولن تكون أيضا متواطئة فيما يحصل من حرب. إذن الوقت ليس في مصلحة إسرائيل حتى وإن كان عسكريا أقوى بالطبع من حماس أو الفلسطينيين، ولكن على المدى المتوسط والبعيد الوقت ليس في مصلحة إسرائيل. سيد يؤفشر، قبل أن أذهب إليك سيد ديمتري، وأعلم أنه يعني من حقك الحديث الآن، لكن فقط تعليقا على ما قاله سيد دكتور بيير، لأنه هذه نقطة مهمة أريد أن أذهب مع سيد يؤف فيها، وهي مسألة إلى أي مدى أصلا هذه الشواغل وهي علاقة الضغوط التي قد تحدث على إسرائيل تعليق الاتفاقيات التي دعت إليها الممثلة أو المفوضة الأممية لشؤون الأمم المتحدة لشؤون الفلسطينية، إلى أي مدى تشكل هاجس الآن أو تشغل صانع القرار الإسرائيلي؟ أعتقد أنه ما يشغل بال نتنياهو أكثر من كل هذه المواقف هو موقف الائتلاف الحكومي، فهو يفضل البقاء في الحكم الآن مع هذه الحكومة على منع العزلة الدولية. هو يعرف أنه الثمن سيكون اعتراف بفلسطين كدولة من قبل الدول الأوروبية، عزلة، ربما خفض الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ربما ملاحقة إسرائيل وهو شخصيا في المحافل الدولية، ولكن ما هو أهم له هو خطاب تجاه معسكره، بلورة معسكره، الاستعدادات للانتخابات القادمة التي ستأتي عاجلا أم آجلا، والبقاء في الحكم بشكل عام. فللأسف إحنا نرى أنه هو يختار دائما الاتجاه البعيد من الليونة في المواقف السياسية، يختار نهج المستوطنين واستمرار الاستيتان وتوسيع الاستيتان على حساب الذهاب نحو الحلول المطروحة أمامه والمقترحة إليه من قبل المحافل الدولية والمجتمع الدولي. سأعود إليك مرة أخرى سيد يؤف، لكن دعني أذهب إلى ضيفي من حركة فتح سيد ديمتري. ما ردك على ما قالوا ضيفي من حيفا وأيضا من باريس كلا الموقفين، وأيضا مسألة إطالة أو المراوغة في مسألة المفاوضات التي أشار إليها سيد يؤف قبل قليل، أنه إضاعة الوقت، هل يخدم إضاعة الوقت الآن مصلحة إسرائيل برأيك؟ باعتقادي اولا انا لست مهتما بمصلحه اسرائيل، فليذهبوا الى الجحيم جميعا، يعني هذا ليس اهتمامي.
اهتمامي هو شعبنا الفلسطيني والدماء التي سنذهب إلى الجحيم مع بعض. يعني أرجو عدم استخدام هذه المصطلحات سيد ديمتري. ما هي المصطلحات يعني أرجو عدم يعني أرجو اتباع المهنية، يعني فقط عدم استخدام مصطلحات تتحدث عن الشعوب. طيب هذه هي المهنية حينما نتحدث عن دولة تقتل وقتلت 35 ألفا من أبناء شعبي. طيب نتحدث عن الساسة لا نتحدث عن الشعوب فقط لنحدد. حينما أقول أنني لا أهتم بهم فليذهبوا إلى الجحيم، فأنا أعني كل حرف من هذه الكلمات، وهذا حقي وسأتمسك به، ولن أدع أحدا يمس حقي في التعبير عن رأيي وموقفي. لكن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تهتم أبدا للسياسات الناعمة التي تبديها دول الاتحاد الأوروبي. أي أن الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 20 عاما اتخذ موقفا وهو الممول لاستدامة الاحتلال، الممول لإبقاء الوضع على ما هو عليه، بينما حكومات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر غزة وتتوسع في الاستيطان وترتكب الجرائم، جرائم الحرب. آن الأوان للاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي، إن لم يكن موقفا واحدا لكن مواقف منفردة، أن تكون قوية جدا. وهي أولا عليها وبجدول زمني، أولا الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية، لأن موضوع إقامة دولة الاحتلال الإسرائيلي أقيم على فكرة دولتين، فلماذا الاعتراف كل هذه الفترة بدولة واحدة وعدم الاعتراف بالدولة؟ لذلك هذا هو الشيء المنطقي المبدئي الأولي والمقدمة لما سيأتي. ثم خلال برنامج تعلنه هذه الدول سنتين تقوم بوقف جميع العلاقات بدءا من الثقافية مرورا. طيب لكن هذا طموح، هذا طموح سياسي، من الممكن ألا يحدث مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لغاية ما من الممكن ألا يحدث. لكن ما في يدينا الآن هو المسار المفاوضات، هذا هو الذي يجري الآن، وهناك بحث لمسألة الهدوء المستدام والقضايا الأخرى. الآن المشكلة هي في مسألة الضمانات، إن وافقت بالفعل إسرائيل على عودة النازحين إلى مدنهم، الانسحاب من مسار أو من منطقة نتسريم، الهدوء المستدام في قطاع غزة، كل هذه الأمور تحتاج إلى ضمانات. ما نوع الضمانات التي يمكن أن بالفعل تضمن عدم الإخلال ببنود هذا الاتفاق؟ لا أعتقد بأن يمكن أن استخراج أي ضمانات من دولة الاحتلال الإسرائيلي، فحتى صفقة شاليت قامت باعتقال من تم تبادلهم، لذلك لا يمكن الاعتماد على أي ضمانات. يمكن الاعتماد على ردود فعل دولية تكون مضمونة من قبل هذه الدول، أنه إذا ما قامت دولة الاحتلال الإسرائيلي بعمل شيء يكون رد الفعل الدولي هو هذا الأمر، وتلتزم هذه الدول برد الفعل، وليس ضمانات من دولة الاحتلال الإسرائيلي على أن تكون ردود الفعل الدولية هي باتجاه القضية الفلسطينية، بدءا من كما قلت الاعتراف إلى إنهاء العلاقة إلى استخدام البند السابع في مجلس الأمن. طيب سأعود إليك الآن سيد يؤاف، ومرة أخرى فقط أسجل أيضا سيد ديمتري لو تسمح لي اعتراضي على الجملة التي ذكرتها، لأنه لن نسمح أن يقول ضيفي من إسرائيل فلتذهب فلسطين إلى الجميع إلى الجحيم، فقط لكي نساوي لكي نقول على فقط لكي نكون على قدم المساواة في هذا البرنامج ونتبع المهنية. طيب سأعود إليك الآن سيد يؤاف شتيرن. طيب فقط أريد أن أقول يعني قبل أن تجيب على هذه النقطة دعني فقط أسألك على الجزء الخاص بمسألة مستقبل اليوم التالي. في حال أنه لا يوجد تصور لدى نتنياهو عن مستقبل اليوم التالي، أي مفاوضات يمكن الحديث عنها الآن في ظل مخاوف من بقاء إسرائيل في قطاع غزة؟ نعم، فهناك من يعتقد أنه الآن أجل وقت لإقامة المستوطنات من جديد في قطاع غزة وربما تهجير الفلسطينيين، وهؤلاء من يتحدثون عن هذا هؤلاء هم وزراء في حكومة إسرائيل يرفضون مناقشة اليوم بعد الحد. وهذا يعيدني إلى موضوع الذهاب إلى الجحيم. يجب أن نضمن أن يكون هذه الأقلية في مثابة خادر. تخطينا هذا الأمر وسجلت اعتراضي يعني سيد جواف. يجب أن نفكر معا،
يجب أن نفكر واضح. معا ليس بهذا الاتجاه، وإنما بالاتجاه التي هناك ممثل هنا من أوروبا، الأقلية الاتحاد الأوروبي، الحياة المشتركة. ليس هناك إمكانية لأن فقط هؤلاء يذهبوا إلى الجحيم، علينا العيش مع بعض. تخطينا هذه النقطة، لأنه يعني كما ذكرت أنا سجلت اعتراضي عليها ودعنا نتخطاها. اليوم بعد الحرب يجب أن يضمن أن كل الأطراف ستكون مطمئنة، كل الأطراف بما في ذلك الطرف الفلسطيني، بما في ذلك الطرف الإسرائيلي، لأنه يجب علينا أن نصل ونسعى الوصول إلى حلول للمشكلة التي نعيشها أكثر من 70 سنة، ولكن ليس عن طريق القتل والعنف والعنف المتبادل والفعل وردود الفعل، وإنما في اتجاه آخر يشبه لما حدث في الاتحاد الأوروبي. ألمانيا وفرنسا كانوا أكبر عدا في فترة من الفترات، والآن نراهم في قيادة الاتحاد الأوروبي. يجب علينا أن نفكر في هذا الاتجاه. شكرا جزيلا لضيوفي الكرام في هذا الحوار من حيفا، الكاتب الصحفي السيد يؤاف شترن. أشكر ضيفي من القدس المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح السيد ديمتري دلياني، وأشكر أيضا ضيفي من باريس الخبير في الشؤون السياسية والأمنية دكتور بيير برتالون.